السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. موقيت الصلاة في مصر الأربعاء 1 نوفمبر 2023، 17 ربيع الثاني 1445، من قناتي أنا وحياتي فضلا وليس أمر. أتمنى دعمكم باشتراك ولايك. موقيت الصلاة على القاهرة بإذن الله تعالى نستعرضها حالا. كل عام وحضراتكم بألف خير. الفجر بإذن الله في الرابعة 41 دقيقة، الشروق في 6:09، يؤذن الظهر على مدينة القاهرة في 11:39، العصر بإذن الله على مدينة القاهرة يؤذن في تمام الساعة 2:45، المغرب في 5:08، وتؤذن العشاء بحول الله وقوته في 6:27. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان ويكون، عدد الحركات والسكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الطاهر الزكي، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب، وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.